خلصت البورصة المصرية من خسائرها الكبيرة التي منيت بها في مستهل التعاملات إلى 1.79% عند الإغلاق، مسجلة 6283.42 نقطة بإجمالي تداولات اقتربت من 1.4 مليون جنيه مصري، متأثرة باستمرار عمليات بيع لجني الأرباح صاحبها حركة تراجعات في أسواق المال العالمية. كان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 قد أنهى تعاملات أمس على هبوط بلغت نسبته 1.69%، فيما تجاوز حجم التداول الكلي بالسوق 1.4 مليار جنيه.